كثير كبيرة. ميرفت بنت خالتي فلك، علا وميرا بنات خالتي وفاء. طبعا فنانتنا الكبيرة ميرا غنية عن التعريف. ايوه لكن الاستاذ تيم بيكون سكرتير تحرير المجلة، وهو بذات الوقت بيكتب زاوية حوا تحت المجهر، وكمان بنفس الوقت بيكون رئيس القسم الفني عنا، يعني حامل 3 بطيخات بايد. شو ما شاء الله. ايه عن جد، يعني اذا بدكم 3 ارباع المجلة على عاتقه. خذيت العين. تيم اهلا وسهلا بالصبايا. يا الله شو بحبون هالاسم. عن جد اهلا وسهلا فيكم، نورتوا نورتوا. اهلا وسهلا. والله انت هيك طلعت بسرعه، والله ما شفتها. انا اسف انا اسف انا اسف. طيب وشك لعند بسام لابس قميص على كيف كيفك، ياقته حمراء اذا بتلبسه بيطلع عليك بيفلج. شرفتوا، اهلا وسهلا. أنا آسف أنسة سارة، رح أساوي غيرهم برجع لكم. معلش شو هالتين؟ كمان أنتوا ارحموا من في الأرض يرحبكم من في السماء، يعني 4 صبايا حلوين وشيك وكلاس وبهالقطة، بدكم الموظفين يضلوا بدماغهم. مو حق عليكي، مو أنتِ حضرتك قلتي لنا احملوا حالكم تعشوا بفنجان قهوة، ندمت يعني؟ معقولة؟ باطلة باطلة ومحولة. سارة شو قصته هالشب الحلاوة؟ شو حبيبتي؟ شكلها غمزة السنارة؟ مرمر من شوي لسه خبرتك، أنا من تبعات السما والتحليق، تركت لكم السنارة والصيد البري والبحري إلكم.